يا جماعه. انا شفت التريل اللي اتلف. انا شفته مش قادر اصدق. صورته بكاميرا تليفوني. صورته بكاميرا تليفوني. ونور دخل معايا. صورته بكاميرا تليفوني اقسم بالله. حرام عليك بس ما لحقتش صوره. صورته بكاميرا تليفوني. صورته في وسط حشد كبير من الناس بكاميرا تليفوني. صورته بكاميرا تليفوني. انا هجري وصيح اقسم بالله صورته. عدوني يا جماعه بعد اذنكم. عدوني. صورته اقسم بالله صورته بكاميرا تليفوني. وحياه ربنا صورته بكاميرا تليفوني. انا بتفرج عليا الناس. انا مش مصدق. صورته بكاميرا تليفوني. صورته بكاميرا تليفوني. شفته كده لما لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا استغربت إيه الواد ده بيزعق بيقول إيه اللي أنا صورته بتليفوني كده ومنبهر. قلت أنا أول مرة أروح الكعبة وأعمل عمرة وفرحان بالكعبة. طلعتش الكعبة. يمكن شاف معجزة من معجزات الله. ما شافش معجزة من معجزات الله. أمال إيه اللي صوره بتليفونه والواد منبهر كده؟ أخش أسأل ألاقيه شاف ممثل كوري بيغني. أنا آسف يا رسول الله. عذرا يا رسول الله. هذه أمتك التي بكيت شوقا إليها. والله شيء يحزن. تلاقي شاب كده بيعمل كده عشان خاطر ممثل كوري. يعني حاجة والله العظيم يعني تحزن القلب. تفعل ذلك مع ممثل كوري؟ فكيف بك إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بك إذا رأيت حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول أحد الصحابة في ليلة مقمرة القمر ليلة البدر قال أنا أنظر إلى رسول الله وأنظر إلى القمر. قال فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر. سيدنا أنس بن مالك يقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمل كده مع ممثل كوري يا جماعة؟ برضه احنا كده مسلمين. ماذا قدم لنا؟ يعني قدم ايه يعني؟ هل سينجيك من النار؟ هل سيشفع لك امام الله سبحانه وتعالى؟ بل سيزيد معاصيك فوق ما هي. هيزيد المعاصي اللي عندك هيزيدها بزيادة. لن يقدم لك شيئا في دنياك ولا في اخرتك. ماذا ستستفيد منه؟ بس اخبرني استفادة واحدة استفدت من هذا الممثل الكوري. ربنا يصلح الحال يا رب. وربنا يهدي شباب المسلمين. أنا مش معترض على الممثل الكوري يعمل اللي هو عايز يعمله براحته. ملاش علاقة بيه. بس أنا معترض على الانبهار الشديد اللي احنا بنبهره به. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب. هل تحب أن تحشر في زمرة المؤمنين؟ أم تحشر مع الممثل الكوري؟ ربنا يصلح الحال ويهدي شباب المسلمين يا رب.